مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن مستجدات ثورة تشرين معنا عبر الهاتف من مدينة الديوانية الناشط في التظاهرات السيد مصطفى الأدهمي. أهلا بكم سيد مصطفى. بداية، إطلاق نار من قبل القوات الحكومية على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، لماذا يستمر استهداف ساحات التظاهر من قبل القوات الحكومية والميليشيات؟ عفوا أستاذ، ما أسمح، بس أعيد السؤال. سيد مصطفى، نتحدث عن استمرار استهداف ساحات التظاهر، ساحات الثورة في مختلف المحافظات العراقية، لماذا تبقي الميليشيات والقوات الحكومية على استخدام هذه السياسة، سياسة القمع واستهداف ساحات التظاهر؟ أخي الكريم، استهداف ساحات التظاهر هذا ضمن مخطط، يعني مخطط له لتخريب الثورة العراقية. وأنتم تلاحظون ما حدث في البصرة وفي الناصرية وفي بغداد. يعني وخاصة بعد التصعيد الأخير، خاصة بعد التصعيد الأخير بقطع الطريق الدولي، التصعيد السلمي بالقطع الجزئي لمركبات الحمل ما عدا سيارات الإسعاف والسيارات الصغيرة والنقل والسيارات التي تنقل الغذاء وشسمه والدواء. سيد مصطفى، عملية انسحاب أنصار التيار الصدري من المظاهرات وبعد ذلك جاءت العملية الحكومية بمحاولة فض وقمع ساحات التظاهر والمتظاهرين، هل الموضوع ربط؟ نعم نعم أستاذ. كيف هذا من وجهة نعم نظركم؟ لا، أنتم تلاحظون أن مثلا في محافظة الناصرية، يعني بدلوا 4 مدراء شرطة وآخرهم اللواء ريسان، يعني جاءهم من الشرطة الاتحادية، ويعني وتعامل مع المتظاهرين يعني تعامل إنساني، ويعني تفاهم معهم ومع قيادة العمليات. ولكن بالتصعيد السلمي الأخير بقطع الطرق زين، وقطع فساد شو اسمه السلطة بتهريب طهاريج النفط وغيرها من المواد، بدلوا وجاءوا بواحد آخر. ولا ننسى ضباط الميليشيات المنتشرين في وزارة الداخلية والدفاع. رأيك بقضية مقتدى الصدر ومحاولة ركوب الموجة وتهديد مستمر لساحات التظاهر وكذلك عملية اختراعه لمليونية لكنها فشلت على الأرض، كيف تردون على هذه المحاولات المستمرة من مقتدى الصدر لقمع ثورة تشرين بشتى الوسائل؟ لا أخي، بالنسبة لجماعة التيار الصدري أنهم أناس منظمين. أنا لا أتحدث عن جماعة التيار الصدري الذين شاركوا بالتظاهرات، أنا أتحدث عن مقتدى الصدر شخصا. هم موجودين معنا منذ البداية، ولكنهم يعملون بتنظيم عكس بقية المتظاهرين. طيب، بقية المتظاهرين يعملون بعقلية الشباب الذين سألتك مرتين سيد مصطفى الأدهمي عن مقتدى الصدر شخصيا ولم تجبني، شكرا لك. السيد مصطفى الأدهمي الناشط في التظاهرات من مدينة الديوانية، شكرا جزيلا لك للمشاركة.